بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سيتاسيون سليبر. في هاد الفقرة إن شاء الله وبمناسبة الدخول المدرسي سنخصص هاد الفقرة لمقتطفات متعلقة بالمدرسة. إذن في أول مقتطف كما نلاحظ تخافايي سلوي كي كومونسي ليفر ني كو ليكولي دو سلوي كي لا شيف. تخافايي إذن تخافايي اعملوا سلوي كي كومونسي ليفر الذي بدأ كتابا نيكو ليكولي دو سلوك لاشيف ليس الا تلميذا للذي انهاه. كما نلاحظ هنا عندنا تشجيع على القراءه، كل شخص بدا كتابا ليس الا تلميذا للذي انهى الكتاب. اذا طبعا هنا المفاضله بعدد الكتب التي تقرا، والقراءه تختلف من شخص لشخص. هناك اشخاص يقضون معظم اوقاتهم في قراءه الكتب، وهناك أشخاص أقل منهم إلى غير ذلك. إذن هنا العبرة بالقراءة، كل شخص بدأ كتابا فالذي أنهى الكتاب يعتبر معلما أو أستاذا للذي بدأ الكتاب، لأنه عرف الكتاب ودرسه ثم تدبره جيدا. إذن تخافايي اعملوا سلوي كي كومونسي ليفر الذي بدأ كتابا نيكو ليكولي دو سلوي كي لاشيف ليس الا نيكو ليس الا ليكولي. طبعا نتكلم عن ليكول، ليكول يعني المدرسه، ليكولي كما نقول المدرسي، المقصود به هنا التلميذ. نيكو ليكولي ليس الا تلميذا دو سلوي للذي كي لاشيف الذي انهاه. كما نقول هنا دو سلوي لذلك كي لاشيف الذي انهاه. اذا نتكلم عن الشخص الذي انهى الكتاب. إذن هذا الذي بدأ الكتاب يعتبر تلميذا عند الذي أنهى الكتاب. C'est un proverbe anglais. إذن هذا مثل إنجليزي. ثم عندنا في المثل الموالي Quand le maître est absent, le diable est à l'école. Quand le maître est absent, le diable est à l'école. عندما المعلم يكون غائب. Quand le maître est absent, عندما المعلم يكون غائب, le diable est à l'école. إذن الجين أو الشيطان يسمى لو ديابل. إذن لو ديابل إيطاليكول يعني أن الشيطان يكون في المدرسة. كون لو ميتر إيطابسون عندما المعلم يكون غائب لو ديابل إيطاليكول الشيطان يكون في المدرسة. ستان بروفيرب بروفونسال. طبعا نتكلم عن منطقة شرق فرنسا. ثم عندنا في المثل الموالي تو سو كي فون زيكول نو دوفياندرون با بريتر. تو سو كي فون زيكول كل الذين يذهبون إلى المدرسة نو دوفياندرون با يعني أنهم لن يصبحوا. نتكلم هنا على لو فيرب دوفونيغ أو فيتور سامبل. إذا نتكلم على لو فيرب دوفونيغ أو فيتور سامبل، دوفونيغ يعني أصبح. إذا نو دوفياندرون با يعني أنهم لن يصبحوا. بخيتر كما نقول قساوسة أو كهنة. كما نقول نحن كل الذين يذهبون إلى المدرسة لن يكونوا أئمة. مثلا تو سو كي فون أو زيكول Nous deviendrons pas prêtres. Tous ceux qui vont aux écoles, nous deviendrons pas prêtres. Tous ceux qui vont aux écoles, كل الذين يذهبون إلى المدرسة, nous deviendrons pas prêtres. لن يصبحوا قساوسة. C'est un proverbe danois. إذن هذا مثل دنماركي. طبعا الدنماركيون أيضا يقولون في نفس المعنى tous ceux qui vont à l'école, tous ceux qui vont à l'école, كل الذين يذهبون إلى المدرسة, nous deviendrons pas savants. Nous deviendrons pas savants. يعني أنهم لن يصبحوا كما لو نقول هنا عالما. كما لو نقول هنا عالما. المقصود أنهم لن يصبحوا علماء. طبعا savant عالم تأتي من فعل savoir يعني فعل عرفة، وتأتي أيضا من كلمة le savoir يعني المعرفة. le savoir المعرفة. نفس الكلمة ممكن أن تعني الفعل وممكن أن تعني المصدر. لو سافوار يعني المعرفة. أحيانا نتكلم عن لو سافوار فير كما نقول معرفة الفعل. طبعا لو سافوار فير عندما نريد إنشاء مشروع أشخاص ما يأتون برؤوس الأموال وأشخاص آخرين يمتلكون فقط يساهمون بلو سافوار فير يعني المعرفة، يعني أنهم عندهم معرفة إدارة الشركة، التواصل مع الزبناء، عموما عندهم معرفة تسيير الشركة فيما يخص البيع والشراء أو فيما يخص الصناعة إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن لو سافوار فير،
إذا نتكلم عن لو سافوار. إذا هذه الكلمة عندها علاقة ب سافون يعني عالم. طبعا المقصود هنا بالمثال ليس كل الأشخاص الذين يذهبون للمدرسة للتعليم ليس بالضرورة أنهم سيصبحون في مكانة مثلا عليا، ولكن بالتعليم سيشغلون مناصب أخرى ومهن أخرى، ولكن عن معرفة، تكون لهم معرفة وقدرات ذاتية وعندهم خبرات إلى آخره. التعليم مهما كان الحال سيساهم في تطوير وتنمية شخصية التلميذ. إنسان الغد tous ceux qui vont à l'école ne deviendront pas savants. هذا مثال، c'est un proverbe danois. ثم عندنا بعد هذا المثال celui à kilomètre d'école ne sert à rien, le contremaître lui servira. Le contremaître lui servira. Celui à qui? Celui à qui? ذلك الذي له. Le maître d'école ne sert à rien. معلم المدرسة لا يصلح لشيء. طبعا نتكلم على لو فيرب سيرفير، يصلح لشيء او يخدم شيئا او شخصا. celui à kilomètre d'école ne sert à rien. ذلك الذي له. le maître d'école ne sert à rien. معلم المدرسة لا يصلح لشيء. اذا نتكلم عن ذلك الشخص الذي بالنسبة له معلم المدرسة لا يصلح لشيء. اذا هذا الشخص le contremaître lui servira. يعني نتكلم عن رئيس العمال، مسير العمال، مسير العمال أو رئيس العمال يسمى le contremaître lui servira، يصلح له. إذن ذلك الذي، إذن كما نقول ذلك الذي لا يرضى بمعلم المدرسة سيرضى بمسير العمال، سيرضى بمسير العمال. c'est un proverbe libyen. إذن هذا مثل ليبي. c'est un proverbe libyen. إذن هذا مثل ليبي. un autre proverbe libyen. le bâton du maître d'école coranique vient du paradis. le bâton du maître d'école coranique vient du paradis. le bâton du maître. إذن نتكلم عن عصا المعلم. إذن نتكلم عن تلك العصا التي يحملها المعلم. le bâton du maître d'école coranique. إذن نتكلم عن عصا معلم المدرسة القرآنية. عصا معلم المدرسة القرآنية. إذا نتكلم هنا عن عصا معلم المدرسة القرآنية vient du paradis، تأتي من الجنة. طبعا نقول هذا، نقول أحيانا بأن العصا نزلت من الجنة. طبعا هو فقط مثل، هو فقط قول ليس له أصل في الحقيقة. طبعا هنا له معنى، نتحدث هنا عن عصا معلم المدرسة القرآنية التي يرفعها من أجل أن يبقى التلاميذ منتبهون طول الحصة. إذا لو باطون دو ماتر ديكول كورانيك فيان دو بارادي. طبعا العصا هنا من أجل التعليم وليست من أجل الانتقام. ومهما يكون الحال فإن الحوار مع الأطفال يكون أحسن استعمال العصا. ستان بروفيرب ليبي كما قلنا. إذا هذا مثل ليبي. ثم في المثل الموالي بوغ أبخوندغ أليغ إلفو ألي أليكول. بوغ أبخوندغ أليغ إلفو ألي أليكول. إذا من أجل تعلم القراءة يجب الذهاب إلى المدرسة. pour apprendre à lire، من أجل تعلم القراءة il faut aller à l'école، يجب الذهاب إلى المدرسة. c'est un proverbe québécois. c'est un proverbe québécois. إذا هذا مثل كيبيكي من الكيبيك. ثم مع المثل الموالي le fils de l'empereur allant à l'école est égal à chaque enfant du peuple. le fils de l'empereur allant à l'école est égal à chaque enfant du peuple. إذا le fils de l'empereur ابن الامبراطور. le fils de l'empereur ابن الامبراطور. allons à l'école ذاهبا إلى المدرسة كما نقول. المقصود الذاهب إلى المدرسة est égal à chaque enfant du peuple. le fils de l'empereur allons à l'école est égal à chaque enfant du peuple. ابن الامبراطور الذاهب إلى المدرسة هو مساوي أو يساوي à chaque enfant، مساوي لكل طفل. est égal à chaque enfant du peuple يعني هو مساوي لكل طفل من الشعب. إذن هو مساوي لكل طفل من الشعب. إذن نتكلم عن ابن الإمبراطور، ابن الحاكم. ابن الحاكم الذاهب إلى المدرسة هو مساوي لكل ابن من أبناء الشعب. le fils de l'empereur allant à l'école. إذن ابن الإمبراطور الذاهب إلى المدرسة est égal à chaque enfant du peuple. est égal à chaque enfant du peuple. هو مساوي لكل طفل من الشعب.
طبعا ممكن أن هذا يصدق على بعض الدول، لكن عموما وخاصة في الدول العالم الثالث هذا غير موجود، هذا غير موجود. إذا نتكلم عن بروفير مانشو، إذا نتكلم عن مثل من منشوريا، طبعا هي منطقة تاريخية تشمل جزءا من الصين وجزءا من روسيا. إذا هي منطقة تشمل شمال شرق الصين ثم منطقة من روسيا، إذا تسمى منشوريا، بروفيرب مانشو. ثم في المثل الموالي ليكسبيريونس ساشيت شيرمون، إذا نتكلم عن التجربة، إذا نتكلم عن اكسبيريونس يعني تجربة، اكسبيريونس ومن فعل اكسبيريمونتي، إذا نتكلم عن جربة أو اختبر، إذا ليكسبيريونس المقصود بها تجربة أو الخبرة. إذا هنا ليكسبيريونس ساشيت شيرمون، إذا نتكلم عن التجربة أن تشترى، عندنا لوفيرب ساشتي، إذا ليكسبيريونس ساشيت. لن نتكلم هنا عن لوفيرب أشتي، بل نتكلم عن لوفيرب ساشتي يعني أشتورية. طبعا لوفيرب أشتي يعني شخص ما يشتري شيئا ما، ولكن هنا عندنا لوفيرب ساشتي، إذا نتكلم هنا عن شيء ما يشترى. مثلا هنا ليكسبيريونس ساشيت، إذا نتكلم عن التجربة أن تشترى شيرمون يعني بشكل غالي. نقول عن شيء بأنه شير يعني أنه غالي، غالي الثمن. نقول عن شيء بأنه شير يعني أنه غالي الثمن. ليكسبيريونس ساشيت شيرمون، إذا نتكلم عن تجربة أن تشترى بشكل غالي، مي ولكن مسلا سول إيكول، ولكنها المدرسة الوحيدة كي بويس التي تستطيع، سالوفا بوفوار يعني استطاع أو أمكن، كي بويس التي تستطيع، نتكلم على لوفا بوفوار يعني استطاع أو أمكن، كي بويس التي تستطيع أو يمكنها أنستخوير، كما لو نقول التي يمكنها أن تثقف، لسو الحمقى. طبعا عندما نتحدث هنا عن ليكسبيريونس ساشيت شيرمون، إذا نتكلم عن تجارب الناس، طبعا كل شخص له تجارب معينة في الحياة. الناس منذ خلقوا إلى يومنا هذا لهم مجموعة تجارب تتراكم مع الزمن حتى وصلنا إلى هذا التطور الذي نحن فيه الآن. عندما نذهب إلى المدرسة نذهب لندرس تجارب الناس حتى نعرف الجميل منها والسيء. الأشخاص الذين لا يذهبون إلى المدرسة أو الذين لا يقرؤون للآخرين طبعا سيجدون أنفسهم في مجموعة تجارب فاشلة لأشخاص سبقوهم، وبالتالي فهم سيؤدون الثمن، ستكون هذه التجربة غالية. ليكسبيريونس ساشيت شيرمون، فبدل أن يقرأ الشخص عن هذه التجربة ثم يتجنب بعضها ويأخذ بالأخرى، سيسقط في بعض المستنقعات التي سقط فيها آخرون سبقوه. طبعا للخروج من هذه الورطات أكيد سيؤدي الشخص الثمن غاليا، ممكن أن هذه التجربة تجعله يخسر كل ماله، ربما هذه التجربة تؤدي به إلى السجن، ربما أن هذه التجربة تفقد حياته إلى آخره. طبعا هناك تجارب فاشلة مرت عبر التاريخ، إذا الإنسان حتى لا يسقط في مثل هذه التجارب عليه أن يقرأ على الأقل تجارب الآخرين حتى تبقى التجارب المستجدة يعني قليلة شيئا ما. إذن هنا المثل يقول، إذن المثل هنا يقول بأن هذه التجارب التي تشترى غاليا، نتكلم عن التجارب التي يتورط فيها الشخص بدل أن يقرأ عنها، إذن هذه التجارب طبعا ستؤدى غاليا. إذن هذه التجارب لن تكون إلا مدرسة للحمقى، لأن الأشخاص الذين وصفوا هنا بالحمقى كان عليهم أن يقرأوا لغيرهم حتى لا يسقطوا في نفس الخطأ. طبعا هم الآن استفادوا، هؤلاء الأشخاص عندما يقعون في هذه التجارب طبعا سيستفيدون. طبعا كان من الممكن أن يستفيدوا بدون الوقوع في الخطأ ثم الأداء عنه غاليا. إذن فالتجربة الغالية إذن هي المدرسة الوحيدة التي تستطيع أن تدرس وتثقف الحمقى. ثم عندنا في المثل الموالي دو بونز إيكول سون أن غران تريزور، مي بور كيل بروفيت إل فو كلا ميزون أين لوردر لا ديسيبلين إي لي بون مور. دو بونز إيكول سون أن غران تريزور،
إذا نتكلم عن المدارس الجيدة هي كنز كبير سون ان غون تريزور. إذا هي كنز كبير كما لو نقول كنز عظيم. مي بور كال بروفيت، ولكن لكي يستفيدوا ويتقدموا وينمو ثم ينجحوا ويربحوا. Il faut que la maison règne l'ordre. Il faut que la maison يجب بأنه في المنزل règne l'ordre. Règne c'est le verbe règne يعني سادة. C'est le verbe règne هذا فعل سادة يعني أنه يتواجد في كل مكان. Il faut que la maison règne l'ordre. يجب بأنه في المنزل يسود النظام. المقصود هنا يجب أن يسود النظام في المنزل. La discipline. ثم يسود ماذا؟ الانضباط. لا ديسيبلين يعني الانضباط. الي بون مور الاخلاق الجميله. اذا كل هذا يجب ان يسود في المنزل اذا اردنا ان يكون لهذه المدارس التي نعتبرها كنزا كبيرا، اذا اردنا ان يكون لها جدوى ومفعول واثر وان تنجح وتربح وتستمر. اذا دو بون زيكول سون ان غون تريزور. Mais pour quel profit? Il faut qu'à la maison règne l'ordre, la discipline et les bonnes mœurs. ثم عندنا في المثل الموالي l'expérience est un long chemin. إذا نتكلم عن التجربة هي طريق طويل. Et une coûteuse école. ثم هي مدرسة مكلفة. نتكلم عن لوكو الكلفة. لوكو يعني الكلفة كما نقول الثمن. ومدرسة مكلفة. إذن عندما تريد أن تقوم بتجربة لنفسك بغض النظر عن تجارب الآخرين، إذن هذه التجربة ستكون طويلة وتستغرق وقتا ثم ستكون مدرسة مكلفة. لذلك فالقراءة تختصر كل هذا الطريق ثم أن تختصر كل هذه الكلفة. C'est un proverbe français. إذن هذا مثل فرنسي. ثم ننهي مع هذا المثل المصري proverbe égyptien. Après que ses cheveux soient devenus blancs, il est allé à l'école. Après que ses cheveux soient devenus blancs, il est allé à l'école. إذن بعدما أصبح شعره أبيضا, il est allé à l'école. وذهب إلى المدرسة. Après que ses cheveux, بعدما شعره, soit devenu, عندنا هنا le verbe devenir au subjonctif passé, ماشي présent. هنا لم نقول بأنه عليه الآن أن يصبح. لم نقل هنا بأنه عليك أن تصبح أو عليه أن يصبح إلى غير ذلك، يعني في المضارع. هنا نستعمل السبجونكتيف بريزون. هنا طبعا عندنا بعد أن أصبح. إذا نتكلم على السبجونكتيف باسي. Après que ses cheveux soient devenus blancs. بعد أن أصبح شعره أبيض. Il est allé à l'école. هو ذهب إلى المدرسة. إذا نتكلم عن شخص مثلا أنه يقوم بفعل أو يقوم بعمل متأخر. على كل حال الذهاب إلى المدرسة أو القراءة في عمر متأخر ليس عيبا. Après que ses cheveux soient devenus blancs, il est allé à l'école. نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.